راس خروف متنضف، متنضف يعني متشال الجلده، مسلوخ بنجيبه من عند الجزار، ملح وكمون ناعم وثلاث معالق كبيره من الثوم المفروم، كيلو بصل قورمه، بصل قورمه يعني البصل الصغير خالص، كمان عندنا حزمه بقدونس سليمه بنخليها حزمه، عندي بهارات مشكله وعندي زبده للتحمير. بالنسبة للتقديم عندي خس، عندي حلقات طماطم، ممكن عيش، ممكن ما اعملش الكلام ده كله واجيبه كده واقلبه في الطبق وشوية ملح وكمون من فوق وناكله بصحة والراحة. اول حاجة الحلة بتاعتي هجيلها هنا واحطها كده فيها مية مغلية، حلو، باجي للحلة وبنزل بالبصل القورمة اللي ما فيهوش اي حاجة، من غير ما اشق البصل، من غير ما اعمله اي حاجة خالص. باجي هنا اخد هنا شوية كمون، بهارات بتاعتي والتومة، ممكن تخلي التوم صحيح براحتك خالص، بس يفضل انك تعمليها بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. الملح والفلفل الاسود طبعا هعمله، هرجع اقول الطريقة اللي احنا بنعملها بيها دلوقتي هي طريقة مصرية مغربية وليس لبلد معينة، مع التاتش اللي انتوا عارفين لازم احط التاتش بتاعي. المية بنحط فيها بس شوية زبدة، وشوية زبدة بنخليها للآخر عشان هنحطها على الوش بعد ما يستوي معانا على البخار، وبعد كده نقوم عاملينه بالطريقة دي. بقلب هنا، هنا عندي اللحمة بتاعتي اهو، بلغوصها بقى بالايه؟ بالصوص اللي حضراتكم شايفينه ده، فبيبقى عندي بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب بنعملها كده، بنخليها ساعة الا ربع، اقفل عليها وتابع المية بتاعتي هل هي نشفت ما نشفتش، معايا فيها ايه مش فيها ايه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.